السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وغنمشيو لقلعة صراغنا مع لالا خدوج. السلام عليكم لالا خدوج. السلام ولدي، كي داير؟ لاباس الشريفة، الله يطول عمرك لالا. وبعد جمع الوالدي الله يرحمهم، لا إله إلا الله، ومع دوسي وشيخي ومع أولادي وناتي، الله الله الله، ومع مولا داري. كنت غايبة للحج، بغيت نعاود ليك. أيه، مشيت غادي من المدينة ومشيت لبير عالي وحارمة، وغسلتي تقير الصابون تاع الريحة، وقالوا لي ما تغسلي، خاصك ما تغسليش. وبغيت نقول لك اش ندير عليها فدية، اش ندير؟ ايها الحاجه، ايها لالا خدوج، هنيئا لك، تقبل الله منك. ايها الحاجه، باذن الله. ايها الحاجه، دعا جمع واحد الدري راه باقي بلا جوال ان شاء الله، وبغيت لي شيخ دايما سهله ماهله، وبغيت لي شي حاجه اللي فيها الخير. يا عم ولا داري عدوا لك كش شويه، تبقى في الخدمه ما قدام ما رداه. الله يسهل عليهم جميعا. يا ربي يا ربي يا كريم. ومع وليداتنا وبنياتنا ومع اخواتاتنا ومع كاع المسلمين. اللهم امين يا رب. ايوا ولي كندير عليها. واخا الحاجه، انا نجاوبك دابا باذن الله. لا الله يحفظك ويرعاك، شكرا لك الحاجه خدوج، وتحيه اليك ولكل ساكنه قلعه صراغنا. اول حاجه، جعل الله حجك مبروره وسعيك مشكوره وذنبك مغفوره. انتم الحاجه حرمتوا من المدينه المنوره وغادين في اتجاه مكه المكرمه، وكتحرموا من ابيار علي. وملي كنوصلوا لابيار علي وكنصليوا ركعتي الاحرام، يحرم علينا الطيب، النساء كيلبسوا اللباس ديالهم العادي والرجال عندهم الاحرام المعهود، ويحرم علينا الغسل بالطيب، نغسلوا غير بالماء، الطيب ما نقربوش ليه لقد دخلنا في الاحرام. بعض العلماء كيقولوا بان اللي غسل بالصابون ديال يديه راه في هذاك الصابون فيه الريحه وعنده الطيب، وبالتالي يلزمه الكفاره او تلزمه الفديه. ما هي هذه الفديه؟ هي اطعام سته مساكين. اطعام سته مساكين هي بالثمن ديال السعوديه 36 ريال سعوديه كنطعم بها المساكين. بعض العلماء الاخرين قال لك لا، ما يتعلق بالطيب في غسل اليدين هذاك معفو عنه، هذاك امر مباح. علاش؟ لان الانسان كيدخل اعزكم الله الى دوره المياه، كيدخل المرحاض ويستنجي، واليدين ديالو ربما كتبقى فيها بقايا النجاسه، فعليه ان يغسلها بما من غير الماء، بواحد الماده تكون مطهره. الا كنت في الصابون اللي كاين في الحرم تما في المسجد ديال الابيار علي، هذاك 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 راه صابون من غير رائحه، راه الناس تما اللي مكلفين بشؤون الحج راه كيوضعوا في المساجد تما ديال الاحرام، كيوضعوا واحد المجموعه ديال المطهرات اللي هي بدون رائحه. الا كان من تما فلا شيء عليك، هذاك راه امر صحيح. الا كان الصابون ديالك انت جايبه معاك من المغرب وفيه الريحه واستعملتيه في الايادي ديالك، ولو ان بعض العلماء كيقول لك نستعملوا في اطراف الاصابع، فكيقول لك لا حرج عليك، لان اليدين نباشر بها الطعام وكنوضع على الوجه، فالانسان اذا دخل دوره المياه كتبقى فيها اثر النجاسه ولا تزول الا بذلك. فهناك رايين اثنين، اختاري منهما ما تشائين. الراي الاول كيقول لك عليك الفديه، وهو اطعام سته مساكين 36 ريال سعودية، تخرجيها دفعة واحدة أو مقسمة على الفقراء، ولك أن تخرجيها هنا في المغرب، تخرجيها هنا في المغرب على شي واحد فقير محتاج، شري لي واحد القفة قفة ديال الطعام وعطيني شي أسرة فقيرة. والرأي الثاني يقول لك لا شيء عليك، لا حرج، لأن اليدين وخصوص أصابع اليدين أمر معفو عنه. فأسأل الله أن يبارك لك الحج في حجك، وأن يجعله مبرور والسعي مشكور والذنب مغفور. وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في الوالدين، الله يشافيهم ويعافيهم، وفي العجوز ديالك وفي النساب ديالك وفي الوليدات جميعا. نسأل الله تعالى أن تحل عليكم البركة. اللهم يا رب لالا خدوج ومن معك
معها. اللهم ارزقهم البركات من السماء والأرض، اللهم افتح لهم خزائن ملكك وكرمك وجودك، اللهم واصرف عنهم السوء، اللهم وكلهم وليا ونصيرا ببركة حج لالة خدوج وببركة طوافها حول البيت وسعيها بين الصفا والمروة وتقبيلها للحجر الأسود، وببركة يا رب يا كريم زيارتها للمدينة المنورة، وببركة وقوفها بعرفة وبمبيتها في مزدلفة وفي منى. اللهم ارزقها ببركة هذه المناسك الخير في الدين والدنيا والآخرة. قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.